جسدك أيها الرجل شيء مهم بالنسبة لك، فاهتمامك بمظهرك شيء أساسي في حياتك، من نظافة ومظهر جميل. فلا ينبغي للرجل أن يهمل هذه النقطة التي تكون في بعض الأحيان شيء سيء في حياته. فنظافة البدن والأسنان وكل ما يخصك يجب أن تهتم به. الأناقة لكي تكتمل يجب عليك الاعتناء بنفسك، فلا تلتمس عذرا لذلك. ممارسة الرياضة سواء في قاعة كمال الأجسام أو في الغابة عن طريق الجري تحسن الدورة الدموية. النوم باكرا هي مسألة مهمة جدا لك، فلا يعقل أن تبقى صاهرا طوال الليل تتحدث في أمور لن تفيدك عندما تستيقظ في الصباح. القراءة للنمو الفكري وتحسين الرصيد اللغوي في شتى المجالات، سياسية، تاريخية، فلسفة أو علوم. حلاقة الشعر حلاقة تتوافق مع معايير الرجولة. لا ينبغي لك أن تكون متشبها بثقافة تخدش برجولتك، فالحلاقة نقطة مهمة. اختيار الملابس ذات ألوان جميلة. كلامك يجب أن يكون متزن وغير متطفل أو ساذج، بل على العكس كلامك جزء من شخصيتك. علاقتك بأصدقائك يجب أن تكون في مستوى جيد، فلا تعاشر الأغبياء والسفهاء والسدج والمتطفلين، فهم سبب تدني مستواك. كن شريفاً.